لما بيكون حزين فيزيكال بقى، يعني بحقه حقيقي، لو عملت كده اكو او عملت رنين او عملت اي نوع من انواع الاشعات يعني تبين يعني لا مش هيبان سكرينينج، حاجة، لا لا هل شكله بيتغير؟ هل بيتغير. الفانكشنز بتتغير؟ لو حصلت الأزمة، الأزمة الحادة اللي هو بيبقى اسمه سوسايدال فنتكل، قلب منتحر، البيز بتاعه اللي هو الحتة اللي بيطلع منها الدم بتقفش وبقية القلب يتمدد. ده شكل تقدر آه طبعا ده بيبقى تعمل له سكرينينج وتبقى في كل عارف ان آه طبعا ده بيبقى واضح هل ده جدا، شكل مختلف عن وبيشبه على الامراض القلب التانية؟ وبيشبه على الجلطة الحادة. ساعات ناس بتلخبط فيه وتشخصه على انه جلطه حد، ويبقى مش جلطة حد. وهو مش جلطه حد. لا بعدها، لان بنلاقي الشرايين سليمه بعد ما الحزن بيهدى، بيرجع القلب يشتغل تاني عادي، ويبقى الفانكشنز او ترجع التوظيف طبيعيه، وظائف القلب ترجع طبيعيه تماما. طبيعية تمام. طيب احنا بنقول نفسيا، بنقول الحزن، والحزن ده او الاكتئاب او ما شابه او الصدمات كلها حاجات نفسية.